بالنسبة لمواطن عادلة. ليش؟ أنا لما تكون مسافتي من هان لمادبة ما يقارب أكثر من 35 كيلو، شو يعني اعتبار نص ليرة؟ ولا إيش؟ لما تجي تطلع على آخر النهار بدك تعبي ديزل وبدك تعطي صافي، عبارة عن أنه تساوي بس ليلة. والله السبب المحروقات ولا الزيت والتصليح، يعني شغلة مكلفة. يعني اول كان اجار يعني ماشي الوضع معنا، كان شويه ماشي، اما هسه والله يعني 42 قرش 41 قرش، منين نجيب قروش حمر يعني للركاب رجع لهم؟ ما في. لا عادله كويسه، عادله كويسه جدا. يعني السبب على ارتفاع، على ارتفاع الاسعار، ارتفاع البنزين، ارتفاع السولر، عادل يعني 100% جدا. بالنسبه لبلاد برا كويسه، الاجور النقل يعني بالضفه بتطلع مسافه قليله بتدفع 6 شيكل. هون الحمد لله كل شيء رخيص وكويس. لا لا، ما بسوي التسعيره، ما بسوها هيك يعني، ما بسوها انه خلص سوينا تسعيره. التسعيره اكيد راح تكون فير للشفير التاكسي وللمواطن، لانه في ازمه كثير بالبلد يعني انضرينا منها، بس ولكن نمشي تحت القانون. يعني عادله بالنسبه لك ولا لا؟ والله بدك تحكي مظلومين فيها. مش عادلة. لا السبب يعني في قليل بالأجور، يعني بنسبة بسيطة، يعني بنسبة تقريبا ما يقارب 10% 5%، يعني ما بين 5 إلى 10% بس. والله ما عادلة وظلوا على النظام القديم، يعني قديه صار في قفزات لل شو اسمه ارتفاع المواصلات، وظلوا المواطنين او اصحاب الشركات او اصحاب تبعين المواصلات ظلوا على نفس التسعير القديمه.